السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشاعر تلامس عنان السماء حبا وودا واحتراما وتقديرا، أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا أيامنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويختم علينا رمضان وعليكم بالرحمة والغفران، والجميع في صحة وعافية وأحسن حال. في اليوم الخامس أعلموا أن الكلمة صوتا في صفحة المتواضعة تعلن عن حوار النفس في رحلتها مع الأيام، وهذه الكلمة كالكائن الحي تمر بأطوار النمو والنضج وبعض التقلبات والعثرات، فاخلع قناعك عند دخول صفحة المتواضعة، فأتمنى أن أكون إنسان قبل أن أكون في عالم النسيان. فأراد الطبيب أن يرسم لي خريطة آلام نفسي، وقد نسي أن يرسم خريطة لمن يعيشون حولي، لأن آلامنا هي آلام الآخرين. فلا تسأل مجرب ولا تسأل طبيب عن ذاتك، اسأل نفسك أولا، فكل من الطبيب والمجرب يمكن أن يسلبك ذاتية التجربة ويضع في بطاقة حياتك صور وهمية، ويمكن أن يقوم بتزوير بصمتك في هذه الحياة ويلبسك ثوبا غير ثوبك. فالذكريات بحلوها ومرها لن تموت، والتجارب لن تدفن، ولكن ستظل في ضمائرنا حين أن نلقى الله. فعمرنا وأعمارنا قفزة بين عقارب الساعة تقيدنا، فمنا ما هو مقيد بعقرب الساعات وآخر بعقرب الدقائق والثواني، ولكن الكل بداخلها، وتلقي بنا خارجها عند انتهاء العمر. فكلنا نلهث خلف إيقاع الدقائق والثواني والساعات، وفي الوقت نفسه لا نقدم إلا ظلم وتدمير بعضنا البعض بالغيبة والنميمة، ولا نؤخر إلا الرحمة فتموت القلوب، ولا نؤخر إلا الحكمة فتموت العقول. فابحث عن العطاء ستجد السعادة، فمن يتقن العطاء فقد رسم للسعادة عنوان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالقلم والعلم أعظم رسائل العطاء، عندما يحمل القلم قلب يحمل الرحمة، ويحمل العلم عقل يحمل الحكمة. ويمكن للقلم أن يكتب بنبض الألم، ومن رحم الألم
يولد الأمل. حينما تحدث لي أحد الأقوياء ذي العضلات قال أنني لم أكن أعي معنى أنني قوي، فكنت أعتقد أن القوة في العضلات فقط، ولكن عندما نضجت وكبرت أيقنت أن القوة تكمن في القلب الذي مهما تهشم فإنه لا يزال يعطي ويصبر. فحتى لا نكون حزمة حطب تكون وقودا لنيران مستعرة تتدفأ بها قلوب حاقدة مستغلة، فقمة القوة الصبر، وأن تصمت وفي قلبك جرح يتكلم، والقوة أن تبتسم وفي عينيك ملايين الدمعات، ولكن اقتلهم بنجاحك وادفنهم بابتسامتك واتركهم للتاريخ يلعنهم. فتكمن عظمة الإنسان المخلص أن يكون مبدعا في بيئة عمل مالحة راكدة، تركيز الملح بها مرتفع، فمنها يتم الحصول كما في البحر المالح يتم الحصول على أجود أنواع السمك، وهناك بعض الزهور أيضا تنبت وسط الصخور. فأي الزهور أنت؟ فلا بد وأن تكون زهرة برية تخرج من بين الصخور لا تشبه أي زهرة أخرى، فهي نادرة الوجود، ولدت لتشق الصخر وتتنفس وترى الضوء متمردة على الواقع وعلى الطبيعة والظروف، رافعة رأسها وفاتحة عينيها إلى السماء لتغير وجه السماء بنثر عطرها. فتلك الزهرة البرية قوية على كل الظروف. ما أجمل أن تجد نفسك جزءا من نجاح الآخرين في وقت يسعى البعض ليكون سببا في إفشالك وإفشال غيرك. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا صراطا مستقيما فقد تعرجت بنا السبل. والذي يملك الأخلاق والتواضع ومحبة الناس لا يحتاج للمزيد من الشهادات والدرجات والألقاب، فنفع الله بكم وزادكم رفعة وعلما. فالقلوب النقية لا تتباهى بشهادة ولا بدرجة إلا من الله ثم من المخلصين الأنقياء الذين يحملون عقول الحكمة وقلوب
الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلم أخي الحبيب أنه لا شيء أسخف من أن تسعى إلى إثبات شيء للأغبياء، حتى لو خذلوك ورفضك الجميع، فالله دائما لن يتركك ولن يخذلك، بحول الله وقوته دائما لا بشيء آخر. فالله دائما يظل بجانبك، يضيء لك الطريق في أصعب أوقات الحياة، لأن رحلة الحياة ليست سهلة، ولكن تعلم أنه بفضل قوتك ويقينك بالله سيظل دائما بجانبك، حيث كل المستحيلات ممكنة مع الله بطرق أكثر استحالة. واعلم أخي أن الدنيا ستكسرك أوقاتا كسرا يليق بها، وبعض الناس سيخذلونك خذلانا يليق بهم، فاصبر ولا تجزع، فالجبار سيجبرك جبرا يليق به، وليغلبن جبره كسرك، وتصلح رحمته حزنك، فاستند بظهرك المائل على باب صراطه المستقيم، واترك ما أهمك في يد الرحمن الرحيم، والسلام على من استودع الله قلبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.